وللوقوف على تداعيات سيطرة ميليشيا الحوثي على التعليم في اليمن وأثره على مستقبل البلاد، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي. حياكم الله أستاذ ياسين. حياكم الله وشكرا على الاستضافة وتحية للمشاهدين. أهلا بك. بداية أستاذ ياسين، يعني ما يقرب من 5 أعوام على سيطرة يحيى بدر الدين الحوثي على مقاليد التعليم في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيا الحوثي، ما الذي أحدثه الحوثي في التعليم في تلك المناطق؟ طبعا حتى من قبل سيطرة يحيى الحوثي، التوجه العام هو تطييف المجتمع وإعادة صياغة البنية الثقافية للدولة للشعب اليمني بما يخدم التوجهات الطائفية لجماعة الحوثي. التأثير بدأ في مناهج التعليم، تغيير مضمون مناهج التعليم. تقريبا كل مناهج التعليم هناك مسحة طائفية وهناك إصرار على تطييف المجتمع وعلى خلق وعي طائفي في المجتمع، يقوم على فكرة أن الدولة تحكمها فئة وسلالة والحكم حق إلهي والشعب لا حق له في هذا الحكم، وهذا ما ترمي إليه هذه التعديلات. بطبيعة الحال التعديلات تقوض عقودا من الإنجازات الوطنية التي حققت للشعب اليمني ضمن دولة الشراكة والمواطنة والعدالة والحكم الجمهوري الذي يستند إلى الإرادة الشعبية بشكل كامل ومطلق، ويعتمد صناديق الاقتراع وسيلة وحيدة للوصول إلى الحكم. جماعة الحوثي ترى أن ترسيخ نفوذها الطائفي لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تغيير جذري في بنية الوعي، وهذا الأمر يتم اليوم عبر كل الوسائل المتاحة، الوسائل الإعلامية، الوسائط الإعلامية الجديدة والقديمة، مناهج التعليم، دورات التثقيف التي تعقد قسرا ضد كل فئة، يعني وتشمل كل فئات المجتمع، وتصل ذروتها الى المراكز الصيفيه التي تستقطب الاف الطلاب، يعني محدودي الوعي. هؤلاء يخضعون لدورات تثقيفيه الهدف منها اعاده ضبط تفكيرهم ووعيهم على المرحله الجديده التي تهيمن فيها هذه الميليشيا الطائفيه المدعومه من ايران. نحن امام في الحقيقه ابشع تجليات المعركه ضد الشعب اليمني من خلال محاولة التطييف هذه، ولهذا أنا أعتقد أن النتائج السيئة التي ستسفر عنها عملية التطييف متعددة الأبعاد التي تقوم بها جماعة الحوثي لن تكون فقط تكريس الفروق الطائفية في المجتمع اليمني وإعادة إنتاج دورة عنف تتأسس على الأبعاد الطائفية، وإنما أيضا سيكون لها آثار إقليمية أيضا، لأنه لا يمكن، ونحن نشاهد في صنعاء وقد تحولت إلى كربلاء أخرى، مواكب عزاء واحتفالات يعني تعيد استنساخ ما يتم في كربلاء، حيث تمسخ الكرامة الإنسانية بشكل كبير جدا على وقع الاحتفال بذكرى عاشوراء. هذه الذكرى لا تعني الشعب اليمني بأي حال من الأحوال، ومع ذلك يحاول الحوثيون أن يتركوا انطباعا بأن صنعاء تحولت إلى سنة عشرية، وهذا أمر مفروغ جملة وتفصيلا، لكن هذا التوجه في الحقيقة يدعم من خلال هذه العمليات التي تقوم بها الجماعة في ظل السلام الذي منحت إياه عبر ما يسمى بالهدن والهدن غير المعلن. طيب بالمقابل وهو السلام الذي يقترن بحزمة في الحقيقة من الامتيازات العسكرية والسياسية والمالية والاقتصادية. طيب إذا أردنا هنا الحديث مجتمعيا من الناحية الاجتماعية، إلى أي مدى تدل هذه التصرفات على أن جماعة الحوثي أساسا هي غير متجانسة مع بنية المجتمع اليمني، حتى تحتاج هذه الجماعة إلى يعني فرض مثل هذه المناهج وهذه الثقافة التي ربما تعتبر دخيلة على الشعب اليمني؟ بطبيعه الحال يعني هي تعتمد وسائل عديده. طبعا أسوأ شيء ان جماعه الحوثي منحت الدوله بكل امكانياتها ومواردها، ويعني انتم تعرفون تاثير الدوله في تغيير الوقائع على الارض. هذا العامل الاول والحاسم في الحقيقه الذي يمنح الحوثيون الفرصه لاعاده تشكيل وعي المجتمع. الشيء الثاني
وهذه الانتهازية التي تمارسها بعض الأطراف الداخلية والخارجية مما مكن الحوثيون من مواصلة عملهم التدميري لبنية الوعي الاجتماعي والثقافي. لكن في المحصلة أعتقد أن المجتمع لا يزال يتمايز عن التوجهات العقائدية والسياسية لهذه الجماعة ويدرك خطورتها بشكل كبير، ويخوض صراع حقيقي يعني وملموس مع هذه الجماعة. ومع ذلك لا تيأس هذه الجماعة، تمارس يعني هذه الأساليب من خلال الشريحة الأكثر تأثراً وتأثيراً، وهي شريحة صغار السن، طلاب المدارس. وهؤلاء في الحقيقة يتعرضون يعني يستقطبون إلى مراكز الترقيب ويتعرضون لتأثيرات طائفية قسرية يعني خارجة عن إرادتهم. وكما قلت هذه الجماعة أعتقد أنها بعيدة عن أن تصل إلى أهدافها، لأن ذاكرة اليمنيين حية إزاء أسلاف جماعة الحوثي، وهي ذكريات تتعلق بالممارسات التي جعلت اليمن واحدة من أسوأ بلدان العالم وأفقر بلدان العالم وأكثر بلدان العالم تخلفا. وهذه الجماعة تظهر من خلال هذه السلوكيات أنها تعيد إنتاج نفس المشهد في الحقيقة، لأنها تمشي على نفس الطريق، التميز الطبقي، الادعاء الإلهي، حقية الحكم، الشوفونية، الفروق الطبقية، محاولة إظهار. طيب هذا بالنسبة نعم، هذا بالنسبة لربما من الكبار من اليمنيين عمرا والذين تعرفوا على وحشية الحوثيين وتصرفاتهم، ولكن ماذا عن الأجيال الصغيرة الآن والأجيال القادمة؟ يعني من هم الجهات أو من هي الجهة المناط بها تثقيف هؤلاء الأجيال اليمنية القادمة لحمايتهم من تأثير هذه التصرفات الحوثية؟ أعتقد أنه الطريقة الأقصر هو إنهاء التأثير السياسي والعسكري للحوثيين في المناطق التي يسيطرون عليها. هذه أولوية، وبدونها أعتقد أن المعركة في مداها الأبعد والأطول زمنيا ستحسم لصالح جماعة الحوثي إذا بقيت مسيطرة بالطريقة التي نراها اليوم. الشيء الثاني هو الاستثمار في الوسائل المضادة، وسائل التوعية المضادة. وهذا الأمر أعتقد أنه يحقق أثر كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال البرامج الموجهة التي صممت لتفنيد كل ادعاءات جماعة الحوثي، وهي برامج مشاهدة بشكل كبير جدا ومعتبرة، وتمسها قنوات موالية للشرعية، وتعتمد على الجهد ذاتي في الحقيقة، ولكنها مؤثرة بشكل كبير جدا. وأعتقد أنها تخصم كثير من الرصيد الذي يصل إليه أو يحوزه الحوثيون نتيجة ما يقومون به على أرض الواقع. المعركة ينبغي أن تستمر، ولكن أعتقد أن المعركة العسكرية والسياسية هي التي ستختصر الطريق والزمن للوصول إلى المرحلة التي لا نجد فيها هذه الجماعة الطائفية ولا نرى أنها نفوذا على الساحة اليمنية. نعم، يعني من خلال رصدك للأحداث في اليمن أستاذ ياسين، هل رصدتم أثر تلك المناهج على الناشئ اليمنيين؟ بطبيعة الحال هناك أثر لا شك، لكن لا تأتي نتيجة مباشرة لعمليات التطييف. يعني هناك 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 أثر للمراكز الصيفية، هناك أثر للدورات الثقافية المغلقة، لكن الأثر يتعزز في الغالب بسلطة الدولة التي يمارسها الحوثيون في المقام الأول، لأنها ترتبط بحاجة الناس إلى الموارد، ترتبط بحاجة الناس إلى المزايا والمكافآت إلى آخره. فالناس حتى يضطرون إلى القيام بأدوار تمثيلية للقبول بفكرة الحوثي ومشروعه السياسي حتى يستمرون على قيد الحياة. ولهذا أنا أعتقد أنه مسألة بقاء السيطرة السياسية والعسكرية لجماعة الحوثي يمكن أن تحسم المعركة لصالحها على المدى البعيد. وإن كنت لازال أثق في أن الحملة المضادة بالفعل التي تقوم بها وسائل الإعلام المختلفة اليمني تساهم إلى حد كبير في تفنيد ادعاءات جماعة الحوثي وتقلل من تأثير الدورات الثقافية وعملية التطييف المستمرة منذ عدة سنوات.
أمس تم تدشين المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية وهو كيان نموذج جماعة الحوثي. ينبغي أن أتي في نقطة مهمة. تفضل. وهو على مستوى التطبيق في النهاية، هذا المشروع الذي يسوقون له يعني حضور البعد الديني في مسألة سيطرة جماعة الحوثي، هذا النموذج في الحقيقة يسقط على أرض الواقع، لأن هذه الجماعة أوصلت اليمنيين في عهدها إلى أسوأ حالاتهم المعيشية. وأعتقد أنه هذا واحد من العوامل الأساسية التي تعمل على تآكل النتائج التي يحصلها الحوثيون من وراء عملية التوعية والتطييف التي يقومون بها. نعم، يعني كيف تنظرون أستاذ ياسين لتدشين المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية؟ هل هو لربما رد فعل لحالة الاختطاف التي يعيشها اليمن اليوم؟ ويمكن القول أنه يعني تصعيد في وجه هذا الوضع. أما أن المقاومة هي موجودة ولم يعد إنتاجها في الحقيقة ولم يعد اختراعها، هناك إعادة هيكل المقاومة، وهناك توحيد لصفوف المقاومة، وهناك اجتماع حول كلمة واحدة من قبل المقاومة، وهذا أعتقد أنه الإنجاز الوطني الأهم الذي شهدته الساحة اليمنية خلال السنوات القليلة الماضية، لأن ما رأيناه خلال السنوات الماضية كان محبطاً ومثيراً لليأس لكثير من اليمنيين. اليمنيون يثقون كثيرا في المقاومة التي حمتهم ودافعت عنهم في أكثر الظروف صعوبة في بداية الانقلاب، وهي التي عاقت الانقلابيين، وهي التي أعادت رسم الخارطة التي نفعل، وهي التي ساهمت كبير في تحريض المجتمع على الانقلابيين، وهي اليوم التي خلقت هذه الجبهات الساخنة مع الانقلابيين وغيرت كثير من الوقائع على الأرض. المقاومة ورموزها الذين تجمعوا مجددا وأعادوا تشكيلها في هيكل جديد وموحد بطبيعة الحال من كل المحافظات، ومجلس أعلى تم اختيار الشيخ حمود المخلاتي لقائد المقاومة في تعز رئيسا له، هؤلاء القادة في الحقيقة هم محل احترام الشعب اليمني بكامله، لأنهم خاضوا معركة في الواقع أمام جماعة الحوثي وضحوا وبذلوا الدماء من أرواحهم وأبنائهم إلى آخره. لهذا أنا أعتقد أنها خطوة في غاية الأهمية لمواجهة واحتواء وهذه الحالة التي نرى فيها أن الحوثيين يكسبون أكثر من جزيلا لك. كنت ضيفنا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني ياسين التميمي، شكرا جزيلا لك.